السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا، كنتمنى لكم تكونوا على خير وبخير وصحتكم حتى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد كيف العاده. البنات كنت خارجه نتسخر صراحه الله، وانا سونيا ديال اللي برو الحمد لله اللي ديت التليفون في كنت دايه معايا، ديما كنت التليفون معايا البنات ما كتعرفي شنو يقدر يوقع. صراحه الله سمع عليا، هذو كنت كوموندي داك واحد لي بارفان عند صالح بارفان، صراحه الله هذه راه تقريبا وقيلا شي يومين انا نسيت كاع والله العظيم. شوف البنات راه عاد توصلت بيهم، هنا راه كاتبين الثمن خلاص 100 والمدينه، وهنا راه كاتبين يسمحوا بفتح الطلبيه. ايوا البنات صراحه الله جاوني، صراحه الريحه ديالهم كيحمقوا. صراحه البنات هذا راه ما اشهر ما حتى شي حاجه، نخاف من داكشي ديال الاشهارات صراحه. هادو شريتهم صراحه الله مزيونين، مول فالعطوره ديالي كناخذهم عندك السيده البنات الناس ديال شفشاون غيعرفوه اللي طلع في العين، راه كاين غير واحد واحد السيد واحد اللي كيبيع تما الماكياج ولي بارفان. صراحه كنت كناخذ من عنده لي بارفان ديالي بالعبار، لكن 20 درهم 30 درهم 50 درهم على حسب الشيب ديالك، واخا الناس زعما تسمعوا 20 درهم ولا 30 درهم زعما لكم تسمعوا الثمن تقاد الريحه ديالهم زوين. انا راه سي 70 وانا في الشاون ديما صراحه كنشري من عنده العطوره ديالي من عندك السيد اللي باب العين، ولكن دابا واحد لا البارفان هادو جربوهم واحد الناس وشكرهم لي وقلت انا علاش لا نجربهم. صراحه الله البنات غزالين 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 بزاف. انا نفتحهم معكم البنات، مع البنات 530 درهم على حساب التوصيل. هنا البارفان الاولى، هذا البنات جادور فايسام جربها شي ريحتها البنات كتحمق كتحمق كتحمق، يا سلام صراحه مزيونين بزاف وجايين بهذا الميكا هكا ديالهم راكم عارفين الحساب. هذه الاولى جادو البنات، والثانيه هذه الثانيه البنات يورداني حتى هي ريحتها خبارة، يا سلام. لا ما نبقى البنات كنرشاتي راه كشرت الروايح انا راه كيدوخوني بزاف صراحه، ريحتها كتحمق ريحتهم زوينه. واهم حاجه البنات ان صراحه الله ريحتهم كتبقى زوينه. ثانية البنات خلاص يارا الربيحة ديالها حتى هي، يا سلام. الريحة الرابعة سي سال البنات زوينو. خلاص البنات الريحة الخامسة يا فرحة ما تيميت. صراحة الرابعة البنات طاحت لي كما كتشوفو تهرست، ها نتوما كتشوفوا البنات مشات ليا في الارض. هذه البنات كانت حيدي يدك من الزاج البنات، هذه كانت لافي ايبين حتى هي الصراحه الله الريحه ديالها واعره، خلات الصاله هنايا مقلوبه شي، خلات واحد الريحه غزاله فيها. لقات الباس البنات كما كنقولوا لعلها خير، وكما كنقولوا حنا المغاربه راه مزيان الزاج يطيح هكا يتهرس ما مكتبهش البنات، كلشي مع المكاتب راه شحال من حاجه، راه اللقمه كتمديها لفمك بعض المرات كطيح لك. ما عندي ما ندير نكتب الله تنسي تمشي قرعه وتجي قرعه من الصبي الصحه والسلامه. هنا البنات بقاو لي غير بعض ديال القراعي ماشي مشكل، يتسالوا ان شاء الله ومصبي الصحه والسلامه، ولهنا يتسالوا هاد الربعه هادو ولي الكوموند البنات من عنده. صراحه الله الريحه زوينين، وقلت لكم انا راهم الناس صراحه الله تشت الناس هكا مجربينهم تجربه، واحد السيده كتعرفني عاد صراحه الله زعمت وخديتهم. خلاص هادو الكارطونه فين وصلوا؟ خلاص هادي مشات، غادي نجمع عند البنات هذا الزجاج هذا اسوله خلي داك الماء هكا داك العطر ديالها هنايا يعطينا ريحه هكا زوينه في الصاله. ناخذ واحد هذه ما مكتبهاش، خلاص بقاو لي هذه الريحه ديال العطوره صراحة ريحتهم زوينة البنات والله العظيم، ما فهمتش ديك الريحة الله نقول هكا نمجهد جلسة ولدي. البنات مشي أعزكم الله غادي نحط هكا اللوحة في لابوبي. لا لا علاش خبشك الزاج وأنت كتمشي خويا تقاس في الجاج. إيوا هانتوما البنات معايا يلاه فيديو باقي طويل ونوريكم حتى شنو كنت خرجت نسخر شنو خرجت جبت معايا. إيوا الناس ليس أختي من العطار دزت هنايا والله العظيم البنات لا نسيت المعنى عندي هنا في الكوزين. ضحكوا عليا راه 4:30 العشية وشوفوا اختي الطاول معن فاش تغديت تشخليطه فاش كنت درت معقوده وتشخليطه. البنات راكم عارفين البربر ول من هنا صوب من هنا، شوف لي اختي مخليه المعن اش البنات والله العظيم نسيت ومرتيت غديت وارتاحت وصليت العصر الله يتقبل، وخرجت نجيب الحليب والبيض كان ناقصني السخره من الحانوت وصافي. راه ملي صانوا عليا اللي برول داكشي راني جبت داك رجعت من الطريق جبت داك العطر معايا وداكشي. ايوا صافي اختي راه عند بالي انا والله الا بقيت كنفقد الذاكره البنات ما عمالي والله العظيم ما عمالي. هذه هي الحلمه ديال مول العصر وقيله اسي كي عاد بي راني طالعه في الدرج عند بالي راه الكوزينه مجموعه صافي كنقول صافي غير غندخل صافي غادي نبدا بالكوتي هو الاول. ساعه يا اختي كنتفاجئ بهاد القشقاله ديال الماعنه، اختي يا اختي كتقولها لي ماما
كتقول لها فاطمه الزهراء حاولي على راسك بنتي شاد الخليط راكي مني كتمشي ديري شي شغل كتجبدي كثرت الماء انا اختي بزاف شوفي شحال ديال المعالق والماص والفراشط كنجيب كنجبد ونبقى نحط عدايا كيما كنجي نغسل كنوحل فيهم ولكن ماشي مشكله البنات اوني والمسند الرسمي ديالنا في الشقه هو هادشي اختي صافي راني دغيا دوزت عليهم البنات هنا راني مسرعه معكم الفيديو باش ما يجيكمش داك الشيء ثقيل ممل صافي نهار بقيت معاهم البنات هكا راني ساليت المهم الله احسن مرحله عندي هنايا هي ملي كيخوى ليا البنات هذا الحوض هذا من ماعن الله 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 كنحس بواحد الراحه اختي كنقول راه حنا هنايا راني ساليت وشي ما ساليت اختي انا صافي اختي شنقول لك بليا هذه والله العظيم بليا وانت اختي راني كنقول دابا خصني نزرب باش ندير الكوتي باش نسالي دغيا عليا ونجلس اختي نتفرج في واحد الفيلم واحد المسلسل نتبعو وعاد كيبان ليا البنات الروبيني خصني نحكو وحق الله كنشوف راسي ملي كنكون مزروبه بشي حاجه عاد كيبانوا لي شي حوايج بشي شكل عاد كيجيني الحكان عاد كيجيني نقلب على شي حاجه ملي كنكون البنات عاوتاني خارجه عاد كيجيني نزير روبينيات نزير البوطه عرفتي يقدروا كاع يتلفوا ليا السوارات عاوتاني ندير عليهم حاله غير نهار الجمعه البنات كنت غدا السويقه قسما بالله عرفتي عرفتي تلف ليا البزطام كنت في الدار عندي مخمله مجموعه صدق مش قلبه الدنيا قلبه الماطله الناموسيه لا حول الله فتالي لقيته راه قدامي ايوا انا الحباب دست غادي نصوب معاكم الكوتي الهضره راه ما كتسالاش اختي هنايا دست نصوب معاكم الكوتي هنا البنات عندي ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق بالعبر ديال الزلافه زلافه ونص درت في ماكينه جوج معالق ديال الخميره فوريه واحد المعلقه سنيده واحد نص معلقه ديال الملحه واحد الساشي ديال الفاني خماره بيضاء ودرت واحد الخماره هنايا حمراء البنات وغادي نزيد واحد البيضه متوسطه الحجم تما كاينات صافي البنات غادي نخلط داك الدقيق كامل هو وداك الخميره وداك الشيء كنخلطهم هكا بواحد المعلقه باش كيتخلطوا لي المكونات مع بعضياتهم زدت الماكينات البنات واحد بيضه متوسطه الحجم هنايا البنات عندي الحليب دافي كما كتعرفوا دابا راه الجو بارد هز ليا البنات هاد ثلاثه الكيسان ديال الدقيق هزوا ليا كاس ونص ديال الحليب راكم عارفين الدقيق راه كيتختلف النوعيه ديالو هنا ثلاثه الكيسان ديال الدقيق هزوا لي كاس ونص ديال الحليب صافي البنات كنبقى نجمع داك العجينه هكا مزيان بيدي راكم عارفين البنات حتى تسكت تعجل ليا مزيان هنا البنات زدت واحد المعلقه ديال الزبده تكون البنات عامره هنا الزبده البنات راه تقادات ليا داكشي اللي صراحه الله بقى ليا في البواطه صافي البنات كنحاول ندخل داك المعلقه هكا ديال الزبده مزيان حتى تدخل ليا مزيان في داك العجينه ديال الكتات ماكينات واحد الدقيقه صافي غادي نغطيها البنات بواحد البلاستيكه وواحد المنديل حتى يتضاعف الحجم ديالها هنا البنات راه خليتها واحد تقريبا واحد 5 دقائق دغيا تضاعف الحجم ديالها هنا غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق كما كتعرفوا راه تبارك الله العجينه السر من اسرار نجاح البنيه العجينه تكون ملتصقه اما لا درناها مدقصه البنات راه ما غاديش ينجح معنا البني ديالنا البنات هنا راه عطيتكم المقادير مضبوطه وصراحه ديما هادو هما المقادير ديما عندي في راسي ما كنبدلهم حتى بشي طريقه اخرى هذه هي طريقتي في البنيه وكتجيني ناجحه البنات وني بحال اللي راني شاريهم شي محل تماما البنات ناجحين غادي نجربوا وغادي تردوا عليا تردوا عليا في التعاليق صافي البنات هنا راه كنبقى نسرح هكا بالمدلك داك العجينه ديالي مزيان وكنستعن هكا البنات ضروري بشويه الدقيق كما كتعرفوا العجينه راه خفيفه هنا البنات كنوريكم السمك ديال العجينه كيفاش دايره السمك متوسط ما رقيق ما غليظ الا غلطناهم غيجيونا راكم عارفين البنات ما زوينينش ولا رقناهم كاع غيجيونا يابسين المهم كما كنقول لكم متوسطه ما بينه وبين البنات خديت واحد القطاعه ديال البيتزا هكا متوسطه صافي كنبقى نقطع هكا داك البيني ديالي البنات وباش ندير داك الثقب في الوسط خديت واحد المعلقه هكا واحد الغطايه ديال القريعه ديال الماء البنات هكا صراحه الله كتثقب وكتجيو من داك الثقيبات كما كنقولوا قد ولا عندكم البنات الثقابه ديروا الثقاب صافي انا اكتفيت بهذا الشيء اللي عندي هنا البنات غادي ناخذ واحد الصفيحه ديال واحد بلاطو ديال الفران وغندير له واحد الورق ديال الطبخ بصراحه باش ما يلصقوا لياش
صافي البنات نبقى هنايا كنطلق ونقطع حتى صافي حتى غادي تعمر لي داك الصفيحه. البنات تبارك الله عمرت لي هاد الصفيحه الاولى وزدت الصفيحه الثانيه من الفوق جوج صفيحات تبارك الله. ثلاثه الكيسان الدقيق راه كيعطيكم ما كنقولوا الخير والبركه الحباب صراحة الله. كنت كنقول ندير جوج كيسان وليت قلت صافي ماشي مشكل الا صبحوا غادي نديرهم في الليل بقاو لنا من الكوتي غادي نديرهم في واحد البواطه صراحه الله غدا كيصبحوا مزيان. هنا كنوريكم البنات كيفاش كنستفهم صراحه داك الورق ديال الطبخ كيجي هكا عمالي. صافي العجينه البنات هذه اللي شاطلي صافي كنبقى هكا كنجمعها وكنطويها على بعضياتها دغيا كترخى معايا البنات كما كتعرفوا راه العجينه مرخوفه هنا راه كتعطينا الطوع ما كنساينو لا لا نبقاو كنتسناو الترخى ولا حتى شي حاجه. صافي البنات هنا ساليت وشوت تبارك الله الصفيحه الاولى والصفيحه الثانيه راه عمرت صافي غادي نغطيهم واحد المنيدل ونخليهم البنات هنا حتى يبداو يتضاعف الحجم ديالهم. هنا قبل ما ندوز نقليهم غادي نوجد البنات السنيده فاش غادي نمرمدهم. الصراحه درت هنايا واحد الكاس ونص ديال السنيده وزدت واحد الخماره ديال الفاني راكم عارفين السنيده تعطي واحد النسمه واعره مع داك الساشيه ديال الفاني. ديت البنات هنا واحد المقله عندي درت فيها البنات الزيت هنا راه هاد البنيه البنات راه ما كي كما كنقولوا راه ما كيرفدش الزيت راه الصراحه الله ما كياكلش الزيت صراحه كما كديروا الزيت كما كيبقى في المقله. باش كيعجبني صافي كنحطوها البنات تبارك الله دغيا كيتحمر دغيا البنات كيتحمر على حسب فيه الحليب والبيض دغيا تبارك الله كيعطي داك التحميره. يلا البنات يلا هي كنحط خمسه على ما كندوز كنمرمدهم هكا في السنيده وداك الفانيا دغيا كنلقاهم تبارك الله تحمروا. هنا البنات عندكم شي قطيب ديال الشتوى راه غيساعدكم مزيان فيما تبقاو تهزوه. هنايا البنات راه ما عنديش تلفولي كاملين فرحين صافي البنات كنبقى نسقطرهم هكا في الزيت وكندوزهم هكا في سنيده وكنحطهم في واحد الورق الطبخه البنات ما كيجيو البنات لا 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 مزيتي لا حتى شي حاجه كيجيو غزالين واحسن ما جربت البنات. هاد البيني رائع واهم حاجه ليسونسييل اننا عارفين راسنا شنو درنا فيهم وعارفين راسنا شنو كنوكلوا راسنا وكنوكلوا وليداتنا شي حاجه نقيه وزويده ديال الدار. وهنا البنات راني كنقص لهم العافيه كما كتشوفوا دغيا تبارك الله البنات كيعرفتي يدي هنا ويدي هنا دغيا كيطيبوا دغيا سربت داك جوج الصفيحات. واهم حاجه البنات راهم ما كيشربوش الزيت والله الحباب ما كيشربوا الزيت واكيد ان شاء الله يا ربي باذن الله تعالى جربوا هم وان شاء الله ردوا عليا الا جربتوهم البنات ردوا عليا في التعليق كيفاش طلعوا لكم. الصراحه راه ناجحين من اول استعمال. هنا البنات كنبقى نكب لهم داك الزبيته هكا بالمعلقه على الوجيه ديالهم تبارك الله كيجيو مفشفشين ومنفوخين. شوفوا البنات عرفتي الا غفلتوا عليهم طيب كنحطهم كيحمروا بواحد كما كنقولوا بسرعه البارق دغيا دغيا البنات ما كيمحنوش هكا في الطياب. مع هاد المقله هكا كبيره تبارك الله دغيا كما كنقولوا سرباتني خف الزربان. وفا كنقليهم هكا في الكاسرول قلت صافي البنات ندير المقله هما راني عارفاهم انا ما كي شربوا ليش الزيت كيجيو صراحه الله ناشفين ومعتبرين صراحه مع واحد الكويس ذاتي والله العظيم. البنات هنايا راه ما درت لا عشا لا حتى شي حاجه اكتفيت بيهم كما كنقولوا عشا وقوتي ما كاينش علاش كما كنقولوا نبقاو غير كنجلطوا هكا راه بنادم كيعيا. هنا الحباب البيني ديالي راه ساليت واكيد المسند الرسمي معاهم واحد الكويس ذاتي يا اختي بالشيبه. شوفوا الشكل النهائي كيفاش جاوا البنات صراحه الله كيستحقوا التجربه وناجحين 100% من اول كما كنقولوا اول تجربه جاوا غزالي البنات ومفشفشين وقطنيا من الداخل. انا البنات راه حطوا لي تبارك الله هاد الطبسيل وطبسيل خور صراحه ما تشبعوش منهم هانتم ولي الحباب ما شهيتكم فيهم. وكنتمنى الفيديو البنات يعجبكم ونكون عطيت فيكم واحد شويه ديال الحماس شويه التشجيع. كنتمنى الفيديوهات ديالي يكون كيعجبوكم تهلاو لي فراسكم وتنساونيش من لايك الى فيديو جديد ان شاء الله.